انا هنا عشان في خلاف جدا كتير على السوشيال ميديا. ايه يا جماعه، وانتوا هنساعد بالدين؟ لا، احنا عايزين نساعد باطباء نفسيين، لان هذا مريض يحتاج الى علاج. لو ربطت ده بقى بالاسباب الشخصيه، هنلاقي اللي بالفعل ما يقال، ودي عباره عن مسلمه، ان معظم من يقدم على الانتحار لديه اضطرابات نفسيه. كان الاول بيقولوا 90%، لكن بتختلف النسب حول العالم، فالمعظم، لكن ليس كل من لديه اضطرابات نفسيه يقدم على وده الانتحار. وده خليني اسالك يا مولانا، يعني شيخ سلامه، معاكوا اطباء نفسيين ولا فقط يعني تتحدثون بالدين الذي يريح الكثيرين؟ نعم. ولكن قد لا يريح الكل بصراحة، يعني صحيح. لأنه هناك مرض نفسي قد يحتاج إلى طبيب وعلاج. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر كل إنسان في تخصصه. طبعًا. التخصص مطلوب. أوقات كتير المكتئب أو إنسان المقدم على الانتحار يحتاج إلى طبيب نفسي. صحيح. لذلك في الفريق الاستشاري لمركز الأزهر عن الفتاة الإلكترونية في أعضاء فيه من علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السلوك. فمعكم ده موجودين بالفعل من أطباء الأطباء النفسيين. صحيح. والاجتماعيين وأطباء. صحيح. السلوك. بالإضافة إلى أعضاء المركز، يعني فضيلة الإمام يولي اهتمام كبير جدا ليهم. مدربين على أعلى مستوى من التدريب في كل المجالات. مين اللي بيدخل في هذا المركز؟ يعني قلت لي 150 شخص. مين دول؟ دول أو مؤهلاتهم. مؤهلاتهم دول الأوائل على الكليات. تخصصاتهم مختلفة، سواء إذا كان في الشريعة أو الأديان أو الحديث، في جميع العلوم. دي العلوم الدينية. الدينية. يضاف إليها العلوم الدنيوية. وهي؟ يضاف إليها علم النفس، علم الاجتماع، السلوك والتربية. دنيا. عشان الإنسان العضو، عضو مركز الأزهر عن الفتاة الإلكترونية، أصبح إنه هو مؤهل للنزول لأرض الواقع والرد على الفتوى. إمتى بيجي لك إحساس إنه هذا الشخص الذي اتصل بك أو هذه السيدة أو الرجل أو أي حد اتصل بك ده محتاج يروح للجزء النفسي أو يروح للجزء السلوكي؟ بتعرف ده إزاي؟ ده بناخدها بالتدريج. أولا هو بيتصل اتصال تليفوني، هو مش هيثق فيها من أول مكالمة، لا، ده لازم أنا أكتسب الثقة بتاعته. ممكن ما يكررهاش في كلامي. ما إذا أنا ما نجحتش إن أنا أكسبه، يبقى أنا خسرت الجولة. مكالمة بتاخد وقت قد إيه؟ المكالمة بتاخد، ممكن تاخد ساعة أو ساعتين، وده يدل إن في ثقة حدثت. ما بص حضرتك، احنا اتعلمنا كده، المستمع او المتحدث معاك بالضبط معاه من دقيقه لثلاث دقائق، ان لم يقتنع بك خلاص لا اكبر منك شيء. ده تدريب، ده انتوا بتتدربوا، ده في تدريب بقى. بقول لحضرتك على اعلى مستوى. اغرب الحاجات اللي جات لكم، مش اغرب الحاجات، الحاجات اللي انتوا وقفتوا قدامها غير اللي قال الشيخ سيد الحاله دي، هل في حالات تانية؟ احنا بقول لحضرتك من وقت تجديد المبادرة، انت علينا غالي، في خلال يومين حوالي 200 اتصال في الجزئية دي بس. مين وقفت؟ مش عايزة أسامي طبعا، ايه حالات وقفت قدامها؟ لا، الحالات متعددة عشان بس الخصوصية وعدم ذكر معظمها التفاصيل. حالات لا علاقة بالجواز والطلاق وكده، ولا لا علاقة بالاكتئاب؟ في جزئية خاصة بالأسرة، الزواج والطلاق، وفي جزئية خاصة ب أنا خايف أخش الامتحان عشان خاطر والدي، أنا لو ما نجحتش هيحصل في مشكلة. في جزئية هنا لهنا يعني. الجزئية التانية، إنسان إن هو حس إن ملوش وجود، يعني حس إن محدش مهتم بيه. دي كلها يعني حالات تم التعامل معاها، وبالإضافة يعني الخطوات الاستباقية مطلوبة. يعني في فترة من الفترات قبل كورونا، إحنا الحمد لله نزلنا الجامعات في فترة كانت الجامعات محتاجة للتواجد بين الشباب. الموضوع مش موضوع ان انا هستنى ان هو يتصل بيا بس، لا، احنا نزلنا الجامعات على مستوى مصر كلها. وصاحب البوست اللي حضرتك هو زميلنا فضيلة الدكتور محمود سماحة، وهو من الاكفاء في مركز الازهر على الفتوى الالكترونية. لذلك انا بقول لحضرتك، انت بتقولي حضرتك مركز فتوى، مركز متكامل، والعمل فيه مش 8 ساعات في اليوم. انا بقول لحضرتك احنا النهارده بادئين العمل بتاعنا الساعة 8 الصبح،
لحد ما اتحركنا من المشيخة الساعة 9:15 احنا خارجين من المشيخة. ده شيء جميل جدا. وسايبين في دورة تأهيل المقبلين على الزواج في المشيخة.